أنا عمري ما شفتك في الحالة دي، مش فاهمة هدومه فرشة ايه بس اللي شميتيهم عملوا فيكي كده. مش الهدوم يا سحر، أنا بعيطش عليه، أنا بعيط على نفسي. بس انتي محدش جبرك على حاجة عشان تعيطي على نفسك، انتي كل حاجة عملتيها باختيارك. انتي فاهمة غلط خالص يا سحر، انتي ممكن تختاري بتوعك وبعقلك، كل اللي حواليك يبقوا شايفين انك حرة في اختيارك ده، انه جاي من جواكي وقلبك راضي عنه، لكن محدش بيشوف السيوف والخناجر اللي بتقطع في جدتك علشان تمشي في السكة اللي اخترتيها. وفي الاخر محدش عارف حاجة. وهي فين السيوف اللي بتقطع في جدتك؟ ده انت اللي حاطه السيوف على رقبة الكل. لما تبقي بنت 14 سنة وتتعلقي بواحد ما عجباني ويعشمك انك تكوني ليه ويكون ليكي، وفجأة تلاقيه سابك عشان الكبير طلبك، والعرف والأصول بيقولوا إن لما الكبير يطلب كلنا بنقول حاضر، وتتاخدي من بيت أبوكي وتلاقي فوقيكي راجل كاتم على نفسك كل ليلة حتى وانتي معذورة وما ينفعش تقولي لأ، لازم تقولي حاضر حاضر، ومن حاضر لحاضر لحاضر فجأة بتلاقي نفسك بقيتي زيهم، يا يتقالك حاضر يا تعيشي خدامة تحت رجليهم. فوالنبي بلاش كلمة اختيار دي، لأن محدش فينا بيختار. أنا أسفة بس احنا لسه فيها يا جمر، والله والله احنا لسه فيها. صعب صعب يا سحر الناس ده كله. طب هو فين الراجل ده اللي كنت بتحبيه؟ راح فين؟ نام يا سحر، نامي تصبحي على خير. وطي صوتك. بيقول لك ابويا عايش، ازاي عايزاني اوطي صوتي؟ مش احسن ما حد من ملاديها ريا يسمعه ويتقبض علينا وعليه؟ لا ما تخافوش، ريا بقت في كيف. اتوكس يا موكوس يا ابن الموكوس. انت بنت مشعل؟ انت عارفه لو عارف ان انت لسه عايشه ومعايا دلوقتي ممكن يعمل ايه؟ يلا نطلع له على كفر القلعه دلوقتي حالا. والنبي يا خالتي اتهدي يا بت، اتهدي اتهدي لما نعرف عايزيننا في ايه الاول. يعني من غير ما نعرف عايزنا في ايه، انا عايزه اشوف ابويا. ها شفتوا؟ رحنا بده. مستخبى ليه؟ انا معايا رخصه. ماشي يا ابو رخصه، روح يا مهيب ارجع. استنى استنى استنى. هو انت ايه يا ام؟ من امتى الخن بيتقفل من جوه؟ من هنا وطالع. وبعدين انت مالك يا خيب الزماني؟ انتوا بتعملوا ايه من ورايا؟ اكدتي انهم خرجوا من الكفر؟ خرجوا من ياما يا ستي. طب روحي حضري نفسك، هنطلع الجبل دلوقتي يا ستي، ما الصبح رباح. دلوقتي انسب وقت، وبعدين تسمعي كلامي من غير مناهده، روحي حضري نفسك. امرك يا ستي. عايزين تقنعوني انه ساب الخن كله وجاي ينام يحلم هنا؟ والله لما يبقى يصحى بساله. بتعملوا ايه من ورايا يا اما؟
أما هو أنا ما بقاش أما إلا لما يبقى في مصيبة ولا مصلحة؟ أو على الأقل بفتكرك. تقدري تقولي لي بقى أنت بتفتكريني إمتى؟ واطي، هاخد إيه من واحد واطي؟ واطي وابن واطي كمان. مش حالي يا واد لو ما كنتش متشحططة ومتغربة عشان أفضل عارفة اللي ظهرك ماشي فين؟ وعرفتي؟ ما هو مرضي قدامي أهو. عندك حق. مرضي قدامي أهو. مالك يا والو؟ خايف. خايف يا ماما. خايف من إيه يا والو؟ أنا ابني بيروح مني، وإحنا ما اتفقناش على كده. رايا هترميني يا ماما. قريب أو بعيد رايا هترميني. أنا خلاص بقيت شايفها في عينيها. هي عايزة حاجة أنا مش قادر أديها لها. ما أنا طول عمري سايباه يعمل اللي هو عايزه. إيه اللي جد؟ خد بعضه وهج على كفر القلعة ليه؟ وغلبت وأحمري غلب. ده أنا حتى رحت رميت نفسي في حضن خليل. ورجعت خايب الرقم. أنا تعبت ياما ومش مش عارف أعمل إيه. جبت آخري. بس ده ظلم. ظلم. واللي يرضى بيه يستحقه. أنا هحلها لك. وجاي لنا ليه؟ مال أنا بقى باللي بيتقال ده؟ بص بقى، أنت رايا حطت نفسها تحت درسك. وده أخوك. تعرفوا ما تعرفوش، عشرته ما عشرتوش، ابوك ابن 60 كلب واطي، بس ده اخوك. وانتوا الاثنين ولاد سكينه وهتساعده. طب اتكلمي انت يا سندس، ده ساعده ازاي انا؟ انا فهمت غلط خالتي، سهله مش صعبه يا علاء. في وسط اللي انت هتحلمه الريه وتقوله لها، تقول لها ان اكمل لي عنزه. الله ينور يا ام. لا لا، دي مره مفتريه يا جماعه. اللعب معاها في السكة دي مش مضمون. أنا عارف إن مفيش حاجة بينا ليها خاطر أحلفك بيها. مش هينفع أحلفك إلا بدم مسكينة اللي بيجري بينا. اعتبره وافق يا أكمل. أنت في المقابل بقى هتدينا إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ عايزين نخرج من الكفر الليلة دي من غير ما أي حد يحس بينا ولا رايا تاخد خبر. هشوفك تاني اكيد، الحلم بيقول كده. ولو اني مش فاهم ايه موضوع الحلم ده، بس اكيد ليه وقت. بتحلم امتى؟ الحكيم بره دخله، ومش عايزه حد حوالين المقبره. خير يا ستنا؟ الوشم اللي على دراعي ده حاولت اشيله بكل الطرق وما نفعش. عايزك تخلصني منه. طب عايزاني اخلصك منه ازاي يا ستنا؟ تقطع لي دراعي. قتلت مشعل، انا قلت لك تعمل كده. وهنسيبه حي ينهي يا جومر؟ خطر لابد لنا زي العمل الراضي.
نسيبه يكبر لحد ما يبقى عامل زي الحلفه وكتفنا ولا انجزه من جدره؟ ما قلتش نسيبه، بس تعبوا البيت. ما تعرفش انه عايش، نخلص منه قبل ما يعرف انها بيته، ودي رح نقتله اكتر ما هو ملوي. ابويا هو ده اللي قابلتيه جوه المغاره؟ وما قلتليش؟ لا يا سحر، عشان ما احميهوش منكو؟ عشان تخلصي منه يا جمر؟ لا يا سحر ما تفهميهاش كده، قول لها يا خليل. يقول لي ايه وافهمها ازاي؟ منك لله، منك لله انا ازاي امنتلك؟ ازاي؟ ادعوا من كل قلبكو انه يبقى لسه في الروح، عشان دي الحاجه الوحيده اللي هتشفع لكو بدل اللي اعمله فيكو. مش على الاقل كده محدش هيغلب خراسهم ولا خوفهم من كلامه غير العوالم. ده عايزنا نعمل له زفه وهيصه. دي سهله قوي، اجهزي يا بنت انتي وهي. انت امك ورا كل اللي بيحصل ده صح؟ زعلان ليه؟ تعالى ما اقول لك، انت مزيه وانا مزيه، ناكل لما نشبع ونزحلق امك. Thank you.
لحمة وانا كيلو لحمة ناكل ما نشبع وعمي لو امك زعلتني. تعالى بقولك انت برتقانة وانا برتقانة ناكل ما نشبع العشر لو امك زعلتني. تعالى بقولك صبحي طلع يا جمر، ما تقومي نعس على البت دي وناخد لها لبس الكبير بدل ما تفضحنا. اصلها هتلبسه قوي بعد ما قتلنا ابوها. ما تفوق بقى يا خليل وقابل اللي شايلاه الايام. وده ايه كمان اللي بيحصل بره ده؟ وادي اول ليله الايام شايلاه الضو وبنته. ده وكر حناش ده ولا ايه؟ يخيبك الا يكون حد وزك علينا تغتصبنا. مشعل المقبرة نورت بيكم. ايه يا جمر؟ محسسانا ان احنا جايين نتغدى. ما ببقاش فايقه على الصبح يا ضوي. وشك بيقول انك ما نمتيش طول الليل. شوية تعب. اتفضلوا. بس ده كرسي المقبرة. وما بيقعدش عليه الا الكبير. وانا اكبر من الكبير. انا نبوءه العهد. ما كفكش اللي عملتيه. جاي تكملي الحكايه بقتله. مش انا اللي قتلته. انا كنت جاي انقذه بس ما لحقتش والله. وحياه ربنا مشعل ده ابويا. هقتل ابويا ازاي بس؟ سحر. قتلتيه زي ما هتقتله وقتلت غيره. ايه الجديد عليك؟ خلاص يا مهيب قريت لك. زندس يخرب بيتك، انت عملت فيها ايه؟ زندس يخرب بيتك، يخرب بيتك بنزي حبيبتي. زندس مالك؟ مالك؟ انت الصراحة جايين في يوم غلط خالص يا ضوي. لا يا جمر، انت اللي طلبتي، انا ما جيتش من نفسي. اهم من مين اللي طلب ومين اللي جاي من نفسه ان احنا نسأل يا مولانا. ليه اليوم الغلط؟ عندنا مشاكل ياما في الكفر. يبقى أنا مش جاية في اليوم الغلط، بالعكس أنا جاية في اليوم الصح عشان أحل المشاكل وأبين كرامة. ها؟ قوليلي إيه المشاكل اللي عندك؟ الكبير طفش، هتحليها إزاي دي بقى؟ الحمد لله. لو كنت مشيتي من الدنيا كان هيبقى كتير عليا، بس كان هيبقى اريح لي. انا مش قادره احزن على بعضه تاني. على الاقل زمان كنت عيله صغيره الحزن ما طولش. دلوقتي الحزن هيفارقني ازاي؟ الشر عليكي. سيبيني لمين؟
أنا عايشة الأيام والليالي بدور عليكي، ما جاش في بالي خالص يوم ما تقابلنا. مش أنت اللي قتلتيه صح؟ أمال مين اللي قتله؟ خليل جمر. ومين اللي دلهم على الوكر؟ لأجل الدم اللي بينكم وروحها اللي انتي رضيتيها لها، أنا مش هدفنك بطرحك. روحي قولي لهم مهيب هيجيب عليها وضيها. روحي مجنونة. مفيش كفر بيخلى من المجانين. هي كلامها جنان في جنان بس حكاية الكبير اللي طفش مع كلامها يركبوا ويعملوا حدوتة. ايه يا سوسن، انت جاي تعدلي المايل ولا تميلي المعدول؟ هي دي المجنونة اللي ماشية تعوي زي الغربان؟ هي البت دي هربت من الحبس ازاي؟ اسأل نفسك. ده ايه ده كمان؟ ايه ده؟ هو المحابيس بقوا كمان بيهربوا من الحبس؟ ايه؟ كفر القلعة عزناه مفلت ولا ايه؟ ما بكفاياك بقى يا ضوي. لو المقبرة دي ما فيهاش كبير فأنا قلت قبل كده، أنا أكبر من الكبير ومش عايز أسمع صوت بني آدم واحد بعد صوتي. البنت دي تتحط في الحبس وانت يا زينها خد الحشاشين اللي كنت عايزهم وروح شوف حال كفرك. أنا المرة دي هرميها في حبس المغفرة عشان أسأل عليها بجد. يلا. وانتي مش كنت بتقول انك ما نمتيش من امبارح؟ خدي جوزك ويلا على مطرحك نامي، خلينا نشوف اخرتها في الحال المايل ده.
في ايه؟ مش فاهمك. الممسوكة دي هي اللي ردت لي الروح وانا بطلع فيها. قصدك ايه؟ قصدك تسامحيها علشان كده؟ لا يا سوسن، لا. فوقي، انت ما شفتيش كانت عايزه تعمل ايه في الكفر؟ اسامحها ايه؟ انت مش فاهم حاجه. كبير كفر القلعه المبروك طلع عيره، هي البنت دي وكانوا ملبسينها لبس راجل. احنا لو عايزين نبين كرامات فلازم البنت دي تبقى تحت جناحنا. ساعتها هبقى بجد اللي جت تعدل المهيل. ليه يا مشعل؟ ليه وعشان ايه ومين؟ ليه انت اللي تموت وانت انضف واحد جه الكفر ده؟ سيبنيش. مين هيقاوح فيا ويعاندني؟ ارجع واعمل اللي في دماغك وبس. ويا سيدي ادعي لي وساعتها اللي يحصل يحصل. ارجع وقول ان الكفر ده يستاهل واحد يضيع عمره عشان. قول لي بسرهم حالهم يتعادل. قول لي من غير السم والتعبين ممكن نكسب على كده معاهم. وانا والله والله بقول لك غير حاضر حاضر. ما تعملش بنفسك كده يا مهيب يا بيه، كفايه. لو ما عملتش كده في نفسي عشان مشعل هعمل كده عشان مين؟ مشعل مات، انا مش هسيب حق. ومال الحق ومال دفن الجتة يا ابني؟ دي أصول وشرع ربنا. ياخد طاره الأول، بعد كده بقى ادفنه وترحم عليه. ولو أغبى الحق طار هتعمل إيه؟ هسيبه كده قدام عينيك جنبك؟ الدود يرعى في جتته ده حرام. الصبح مش هيطلع عليا الا وانا واخد حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش تعبان هيخرج من جهره تاني يا مهيب، فاهم؟ مفيش تعبان هيخرج من جهره تاني يا مهيب. انت عارف انا ما اقدرش ازعل، ووعد مني يا سيدي مفيش تعبان هيطلع من جهره تاني. ولا ايدك تلمس بني ادم من غير ما تكون لابس حجابك.
انت اللي رديتي لي الروح قبل ما تطلع مني. انا فاكره وشك كويس قوي. انت كيف بتردي الجميل؟ انا فعلا برد الجميل. انت مش عارفه هم عايزين يعملوا فيكي ايه. مش فارقه، انا خلاص حكايتي خلصت معاهم، وعشان كده عايزين يخلصوا منك ومجهزين لك بدل التهمه ثلاثه: سرقه الخزانه، وانك بتتبلي عليهم، وانك كسرتي حظر الكلام المباح. انت عايزه يا سوسن؟ هاتي اللي عندك. انت انقذتيني ورديتي لي الروح، وانا هحمي روحك. خلاص واحده بواحده ونبقى خالصين. لا مش خالصين، انت عملتي كده من نفسك، انا ما طلبتش منك وتشكري، بس مش خالصين. ونخلص ازاي بقى؟ انت خلاص ما بقالكيش لازمه هنا، كفر القلعه كله مش هيبقى له لازمه. انت هتيجي معايا كفر نطاط الحيط، وهناك نصطفي. واضح ان انا بقى مكتوب عليا ان انا افضل اتمطوح من الايد دي للايد دي. على الاقل هناك مش هتبقي راجل. انا هرجع لك. وانا اللي قلت ان غير ابوكي اتاري العرق دساس. ما تسمعيش كلامها يا زهر، اوعي تسمعي كلام. امال عايزين اسمع كلام مين؟ كلامك انت؟ انت لو ما كنتيش ظهرتي ما كنتش حلمت بيه، ولا شفت ولا شفت جراحه، ولا كان زماني هنا. انا مش عايزه اشوفك تاني يا استمنوها، اللي بيني وبينك مات. يا اهل الكف اطلعوا من كحولكم واسمعوني. لو هم منعكم الكلام فاكيد لسه قادرين تسمعوا. ايه مستغربين اني بصرخ في نص الليل؟ ما استغربتوش ليه لما في واحد شق ضلمه الليل على حصانه ووزع عليكم؟ كل همهم الفلوس. مفيش حد فيكم سأل نفسه هو بيعمل كده ليه؟ مفيش واحد فيكم سأل نفسه هو مين؟ اللي عايز يعرف يرفع الغطا ده من على وشه. عشان قال لا قتلوك. مشعل مات عشان كان عايز يجيب لكم حقوقكم، وكلكم هتموتوا لو فضلتوا تقولوا اه. قولي لا، قول لا، قولي لا، قول لا، قولوا لا. لا لا لا، قولوا لا. لا 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 لا. نمسيبه تكلمه قبل ما ننفذ خطتنا. انزل هات الفندق. انت غبي، عمرك ما هتقدر عليه، هتروح في الرجلين. سيبها الخليل يا زينب واختفي. قولوا لا 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 لا. يا شاع عمري اللي راح، يا شاع عمري اللي راح. زينهم الكلب ده فين؟ انت لسه هتستنى زينهم؟ انزل شوف الكفر اللي بيضيع مننا بسببك. منك لله يا خليل. الخفر طرش ما بيسمعوش غير اوامر زينهم. طلع الحراميه من الحبس. وانت يا ضوي اديله حشاشينك. انا تحت امرك، بس الاول لازم يقلعوا لبس الحشاشين. انا مش عايز اعمل عداوات مع حد. يلا طلع الحراميه اللي بتقول عليهم دول وحصنت. يلا يا سوسن نلحق الكفر.
كفر ايه اللي هنلحقه؟ دي فرصة عمرها ما هتتكرر. قصدك ايه؟ لا 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 لا. انتوا عارفين عقاب خلع الشال ايه؟ عارفين ومش خايفين. انت السبب ورا كل اللي بيحصل ده. لا يا خليل، دم مشعل ودم ابويا هما السبب، وممكن انت كمان تحصلهم وتروح في تيس. مش مهم، المهم زي ما مشعل قال، الناس دي تعيش. غبي، اوعى تفرح بلمتهم حواليه، دول زمرة تلمهم وعصاية تفرقهم. مش المرة دي مشعل مات، بس روحوا حي قلوبهم، صحة لسانهم اللي انتوا عايزين تخرسوه، خليتهم يفتكروا الكلمة اللي انتوا عايزينهم ينسوها. قولوا لا لا، المدد جاي وعمركم ما هتقدروا تقفوا قصادنا. ارجع ارجع، وانا هرجع للكبير اقول له شويه قش ولع والهوا طيره، رشينا عليه ميه وقعوا في الارض مطفيين. انهي كبير فيهم؟ الكبير العيره اللي فضلتوا طول السنين دي ضحكين على الناس بيه، ولا الكبير اللي واقف قصادهم ده؟ ايوه يا اهل الكفر، اللي واقف قصادكم ده يبقى مهيب. مهيب ابن كمال الديب، كبير كفر القلعه. ايوه اهل الكفر، انا مهيب ابن كمال الديب، كبير كفر القلعه، مش الكبير العيره اللي هم قاعدين على كرسي المقبره. قولوا لا لا، اضربوا. قولوا لا لا، هيضربونا. اضربوا، في ناس هتقع مننا. قولوا لا لا، في ناس هتقع تاني. قولوا لا لا، بيتقدموا بيتقدموا يا كبير. هيترددوا، هيخافوا، هيهربوا. الاخر البلد هتفضى عليا وعليك خليل.